بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إزيكم حبايبي؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير إن شاء الله. النهاردة جولة جديدة، موديلات شنط حلوة جدا والأسعار هتعجبكم. الأسعار بتبتدي من 23 ريال، سعر الشنطة بيبتدي من 23 ريال. بس يا ريت كده قبل ما نتفرج على الفيديو كده سوا، اذا عجبكم الفيديو وعجبتكم القناه الضغط على زر الجرس اسفل الفيديو، اول جرس اللي هو اشعارات الكل، ليصلكم كل فيديو جديد من القناه ان شاء الله. واللايك حبايبي ما تنسوش عشان ان شاء الله تلاقوا المزيد، وان شاء الله هحط لكم العنوان في اول تعليق مثبت. الجولة دي في شركة تخفيضات العائلة بمدينة الرياض، هحط لكم العنوان في أول تعليق مثبت كالعادة في كل فيديوهاتي. ونقول كده، نبتدي الفيديو ونقول بسم الله. موديلات الشنط قدامكم اهي، نشوف كده الشنطة دي، نشوف كده موديل الشنطة دي، شكلها اهو. سعرها كام؟ 23. دي سعرها 29 ريال، شكلها لونها بيج، وفي اللي هي البيضة اللي ورا دي ب23، متوفر منها اللون الاسود برضو، اللون الاسود اهو منها. دي برضو على 23. نشوف الشنطة دي، في منها اللون الرمادي، دي على 23. السعر موجود على الشنطة اهو، 23. دايما طبعا اللي متابعني في كل فيديوهاتي السعر بيبقى موضح في التصوير. دي 29. نشوف الشنطة البيضة دي بكام؟ دي ب23. نشوف موديل الشنطة دي برضو، دي ب29. نشوف الشنطة البوستاش دي سعرها كام؟ 36. حلوة الشنطة السودا دي بناتي، دي ب19. نشوف الشنطة دي ب23، في منها اللون الرمادي. دي ب29، الشنطة دي ب29 اللي هي لونها بامبي دي او روز، في منها لون البينك الفاتح. في موديلات شنط منزلين منها كذا لون، يعني تلاقي مثلا الروز مع ال دي بكام؟ دي ب37، في منها لون الرمادي واللون الاسود، دي على 37. زي ما قلت لكم في متوفر منها كذا لون، اللون الاسود والروز والرمادي واللبني. حلوه الشنطه السوداء دي برضو، نشوف كده سعرها، دي ب23، في منها لون البنك متوفر. يعني اشكال الشنط قدامكم اهي، نشوف الشنطة السمراء دي، دي بكام؟ ب36.
36 ريال. نشوف الشنطة السوداء دي، دي برضو 36. ب29. نشوف كده دي شكلها اهو، دي برضو 29. حلوة الشنطة الروز دي او البامبي، دي بكام؟ دي 29. في منها لون الاسود، شايفين شكل الشنطة دي، ب23. ادي اشكال الشنط قدامكم اهي. نشوف الشنطة اللي هي البني دي، هي بني في بيج لونها جملي كده، دي ب22. دي ب37 الشنطة دي السودا. دي 23، شايفين شكل الشنطة دي، ب37. في منها لون الأبيض، اهي 37. نشوف الشنطة دي، دي ب48. دي ب29 الشنطة دي. اشكال الشنط قدامكم اهي، موديلات مختلفة. شايفين الشنطة دي، دي ب43. حلوة الشنطة الروز دي. نشوف كده سعرها، ب26. الشنطة البوستاج دي ب36. ب49. نشوف دي كده، هم حاطين موديلات كتير ما شاء الله يعني. الشنطة دي ب44. في منها لون الأبيض. نشوف كده الشنطة دي، دي 51. في منها لون الاسود، دي ب20 الشنطة دي، ب20. شايفين الشنطة البني دي، دي على 51. حلوة بالشنطة دي برضو. شكلها هو من قدام، نشوف كده سعرها، دي بكام؟ ب29. دي ب23 الشنطة السوداء دي. دي ب23 برضو. في منها متوفر لون الاسود على فكرة، الشنطة دي اللي هي الروز دي. نشوف كده الشنطة الحمراء دي، الاحمريكا دي، شكلها حلو شياكة قوي.
ب42، الشنطة الحمراء دي ب42 في اللون الأسود أهو، دي ب43، أشكال موديلات مختلفة. الشنطة البوستاج دي نشوف كده سعرها مع بعض، دي بكام؟ ب36، متوفر منها اللون الأسود على فكرة، والرمادي والبيج والأوف وايت، اللي هو الأوف وايت اللون ده. ب37 شايفين موديل الشنطة دي برضو، الأوف وايت دي ب36. نشوف الحمرة دي كده، دي ب49، دي بكام؟ نشوف كده سعرها، دي ب23، ب23 ريال. دي برضو ب23 ريال، هي السودة التانية اللي فيها الإطار بتاعها أبيض، ودي برضو ب23. دي بكام؟ ب48. شنطة الهافان دي ب48. دي ب49، نشوف السودة الصغيرة دي، دي على 23، 23 ريال. في منها لون الرمادي 23، وبكده خلصت جولتنا، كانت جولة في تخفيضات العائلة. شنط حريمي بتبتدي من 23 ريال. إذا بقى عجبتكم الجولة وعجبكم الفيديو، ياريت اشتراك حلو كده زيكم ولايك، وإن شاء الله أشوفكم على خير في جولات جديدة. مع السلامة.